تلاقي الا تقطعيني بالطريق المقطوع هذا، ما قليش الا اطلع بسيارة انا وياها. كنت بطريقك انا وهالبسكليتة. انت وايش؟ انا وهالبسكليتة. لا لا يا عمي والله منه لحالك لاخدتها، كما البسكليت وين احطها زي ما انت شايف سيارتي جديدة يعني. بس غالبك تاخذنا انا وهالبسكليته، والله لسيعة كامله عند بوقف سياره مش لاقي بها الطريق. حطها بالقفص هذا معك. احط لك البسكليت في القفص؟ احطها بالقفص. والله جات انا شغيها من البنك استعمل دفعتش حقها عشان احط لك اياها على القفص. ابعد 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 اه وعيل، حط اياها بالقفص، حط اياها بالقفص. انا افرجيك يا اولاد الكلب. ويل يا ولد، هلو يا ورع، هلو يا عم لمين البسكليت هاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا هالخالص هذا رمي لي بسكليت في نص الشارع، شو عامل لي فيها محسوم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا اللي رامي البسكليت. إيه يلعن عرض هالشكل. إيه شو هذا؟ شو هذا؟ إيه هاي شغالة حبيبي، بسكليت كهربا. اوب 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 اوب، وشو فيها؟ فيش فيها اشي، بس عجلة منفس. انا الولد الحمار بترميها. ولك شغالة. يا سلام، هي بسكليت كهربا، بسكليت كهربا مش بسكليت عادية، يعني بتجي لها أقل شيء 1000-1500 شيكل. يا سلام يا سلام، كل اللي بدها إياه نفخ، بنفخ العجل وبظبطها. يا سلام، 1500 شيكل، 1500 شيكل، بدخل أحلى جمعية يا بطلع لي ب 10-12-15 ألف شيكل، بشتري لي تاكسي وبتسيب أنقل عليه طلبات. بنقل طلبات، بطلع نقل طلبات، نقل طلبات، اشتغل ليل ونهار لحد ما احوش لي هيك مبلغ محترم واروح اخطب. بشتري ذهبات بروح اخطب البنت اللي على مزاجي، بخلي اهلي يخطبوا لي اياها وبخطبها وبتجوز، بتجوز ببقى بشتري لي هيك بيت متكتك منمنم بعيش فيه انا والمرأة، منعيش احلى عيشه ليش لا. والله. وبعدين بيجيني اولاد، يا سلام بخلف هيك عيلة بتجنن، خلف لي ولدين ثلاثة هيك يحمل اسمي ويساعدوني لما أكبر. ما هو لازم أخلف أولادي يساعدوني لما أكبر. أي والله أي والله، أهم إشي أهم إشي الأولاد يسمعوا كلام أبوهم. أنا كلمتي ما بتسيبش تنين، وإذا هالأولاد ما سمعوا كلامي علي الطلاق، علي بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا عم، اذا وصلت لحديد الطلاق الله يعطيك العافية وقفني هون. سرق قلم ربع حيب كل عزو رب الفلك. شو بتسوي هون؟ انا صاحب البسكليت اللي ربطتها فوق، انفك لي اياها.